اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناه الاهلي. بيشرفني وبينورني في الاستوديو ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت مدير التحليل التنفيذي باليوم رئيس السابع. التحليل التنفيذي ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا عمر. اخبار حضرتك ايه؟ منور يا كابتن. ده حضرتك اللي منور. العفو. يعني حضرتك من غير يعني حضرتك يعني يبقى حضرتك النور الحقيقي هي الصحافة. هي قناه واسم النادي الاهلي الحقيقه. ربنا يخليك. ولو كره الكارهون طبعا طبعا لانه الكارهون كمان قله ولكادوا لا يروا لا بالعين المجرده ولا حتى بالميكروسكوب يعني. ومع ذلك يبقى الاهلي كبير، للاهلي شعب يحميه. طبعا الجمهوريه طبعًا. الحمراء هي من وضعت كل موروثنا من ما يسمى عادات وتقاليد، هم من استمروا في حاضرهم ويخططوا للمستقبل على مدار كل الأسماء التي عصرناها في النادي الأهلي. إحنا وأجيال كتير سبقتنا، الأهلي دايما له يعني السبق فيما هو تعديل مؤسسي، فيما هو جلب للاحتراف في زمن الهواية في سبعينات القرن الماضي. صح. ومن ثم لا أعتقد أن النادي الذي وضعت لبنته أصلا ليكون أول نادي للطلبة المصريين في مواجهة أندية للإنجليز ومن يعني زي الناس والشباب والأجيال بتشوفهم في الأبيض وأسود اللي هو جوني، يعني تشتري كلب جوني. وبالتالي يكفي هذا عنوان، يكفي أن أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي يشرف بوجود الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، لم يكن رئيسا ولكنه أتى، لأن هذا النادي كان في مواجهة الأندية بتاعت الإنجليز حتى يعبر الشباب المصري عن كرههم للاستعمار. لكن يبدو أن للاستعمار أوجه كثيرة بيفاجئنا أيضا الآن بطريقة أخرى، إنما هي تساوي أن للأهلي شعب يحمي. تاريخ يا أستاذ حبيب كابتن، الأهلي هو التاريخ، نحن طبعا فقط طبعا نحاول طبعا يعني طبعا مرور على صفحات التاريخ الرياضي والكروي المصري من كتاب الأحمر الأهلاوي. أكيد طبعا شرف لنا الانتماء إلى النادي الأهلي، وحاجة طبعا بتشرفنا وفي تاريخنا كله إن احنا أولاد النادي الأهلي في أي حتة وفي أي مكان. لكن نرجع تاني للمونديال قبل ما أكمل مع الأستاذ عصام شلتوت عن التهديدات بالقتل في المونديال. زي ما قلت لحضراتكم الموضوع كبير والموضوع بيحصل، عشان كده هنروح ونشوف ونتابع تقرير عن تهديد 7 لعيبة بالقتل بسبب المونديال، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بعد مرور 24 عاما على مقتل المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار عقب إقصائي منتخب بلاده من دور المجموعات في مونديال 94 الذي يقيم بأمريكا، حيث تم تصفيته من قبل عصابات المراهنات والمخدرات محملين إياه مسؤولية الإقصاء والخسارة من المونديال بعد أن سجل هدفا بالخطأ في مرمى خلال مباراة كولومبيا ضد أمريكا. عادت التهديدات لتطول لاعبين آخرين في كأس العالم الحالي بروسيا 2018، كان آخرهم فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل. فرناندينيو يعيش لحظات عصيبة بعد تسببه في خروج السامبا من منافسات كأس العالم بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى ليساهم في فوز بلجيكا على البرازيل بهدفين مقابل هدف. أشارت صحيفة ليكيبا الفرنسية إلى أن اللاعب البرازيلي تعرض لهجوم عنصري شديد من جماهير بلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بالبعض إلى تهديده بالقتل. أيضا كارلوس سانشيز لاعب خط الوسط الكولومبي تلقى تهديدات بالقتل عقب تسببه في ضربة جزاء وطرد في مباراة اليابان كلفت منتخب بلاده الخسارة خلال مرحلة المجموعات، الأمر الذي دفع الشرطة في كولومبيا للتحرك باهتمام وفتح تحقيقات على نطاق واسع لمعرفة مصدر تلك التهديدات وتفادي تكرار مأساة إسكوبار من جديد. لم يختلف حال مواطنه كارلوس باكا الذي تلقى هو الآخر تهديدا بالقتل عقب إهداره ضربة الترجيح أمام إنجلترا تسببت في خروج المنتخب الكولومبي من دور 16. لاعب آخر من كولومبيا تم تهديده بالقتل هو أندريس أوريبي الذي أضاعه الآخر ضربة الترجيح أمام إنجلترا ليودع المنتخب المونديال من دور 16.
الدنماركي نيكولاي جيريجيسون تلقى تهديدا بالقتل أيضا بعدما أهدر ضربة ترجيح أمام كرواتيا في دور 16 من المونديال، جعلت منتخب بلاده يودع البطولة. في السويد تعرض لاعب الوسط الجناح جيمي دورماز لتهديد بالقتل بعد أن تسبب في خطأ جعل منتخب بلاده يتلقى هدفا قاتلا من ألمانيا في مباراة المنتخبين، وكانت بالدور الأول من البطولة وتسببت في الخسارة بهدفين مقابل هدف. أما النيجيري أوديون إيغالو تلقى رسائل نصية على هاتفه تحذره من دخول نيجيريا بسبب إهداره فرصتين للتسجيل أمام منتخب الأرجنتين في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. أهلا بحضراتكم من جديد، والمونديال على قناة الأهلي، وزي ما حضراتكم عارفين معايا ضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ الكبير الأستاذ عصام شرطوط. هنتكلم على التقرير اللي حضراتكم شفتوه وتابعتوه. أستاذ عصام، الموضوع غريب شوية لما يوصل الموضوع لتهديد بالقتل بسبب كرة قدم، أعتقد أن الموضوع مبالغ فيه شوية، وهي حصلت بالفعل في 94 في كولومبيا. حصلت مع إسكوبار، بابلو إسكوبار، هذا المدافع العظيم وقتها واللي كان كل النقاد والمتابعين. لكن انت قلت واحنا بره الهوا انه انت شفت المسلسل او القصه اللي كتبت هناك سته من كبار تجار مخدرات كانوا يملكوا انديه، وايضا هناك مافيا من بلدان كثيره عشان ما نسميش، اصبحت في لعبه كره القدم لها ركن. اعتقد ان الناس كلها والشباب في المقدمه عارفين ان الميلان عنده ايقاف، لانه هناك اموال سوداء كما سميت موجوده في الرانك بتاعه، وبالتالي حرم موسمين من الشامبيونز ليج او البطولات الاوروبيه. ده هم حضرتك هناك الميلان ايه اللي حصل؟ ان هم صرف دون يعني جاب صفقات بفلوس مش موجوده عنده، يعني جاب الفلوس منين؟ بقول لحضرتك اهو، ناس حضرتك محترفه بشكل غير طبيعي. عرفت بقى الضربه منين؟ لا، رئيس الوزراء الايطالي بيرلسكوني حكم مرتين، واحده منهم وهو رئيس وزراء، وصدر ضده حكم بالسجن لان هناك تلاعب في النتائج، وهو من هو يعني كرئيس حكومه يعني. ومن ثم تبقى الحكومات، واعتقد انه مع الرئيس السيسي ومع عنوان اسمه مصر الجديده، التطهير والتطوير، واخرها شفنا وقت الراجل بتاع الجمارك سينال من كل شيء. هنا الخطوره انه لما تعرف انه الراجل اللي قتل في التسعينات وانه النهارده عشان يعني تقريبا جاب جون في نفسه في مباراه كولومبيا، وبالتالي هو ده اللي كان الجزاء. ده مش جابه انه مثلا خدها وشطها فيبان التلاعب او انه مستهدف، لا، دي لعبه اللي هي نيران صديقه زي ما بعض المعلقين اصدقائنا بيقولوا يعني. لكن الخطوره بقى الامتداد لاوروبا، وهذا يعني ان هناك مافيا كثيره الان تلعب مع كره القدم، وبالتالي اللهم احفظ هذا الوطن ده بجد بقى من حاجات مشابهه لكده. نحن نشعر الان ان هناك ما يمكن ان يسمى اموال سوداء تحاول ان تدخل سوق الكره المصريه. النتائج المبشره اهي، المبشره سلبا يعني اهي عشان نحتاط، وبالتالي لا اعتقد انه يعني مد الحبل على الغارب. لا يمكن ابدا ان يكون هناك احتراف. على فكره في اكس من الفيفا لاي نادي يمول وليس لديه مدخول، اقصد ان الاستثمار هو اللغه العصريه والعدوى التي نتمنى ان تنتقل للكره المصريه، لكن الاستثمار في الشعارات، الاستثمار في النتائج، يعني النادي الاهلي، يعني شركائه التجاريين الان سواء شركه زي برزنتيشن، قنوات خاصه يعني بتحاول جاهده الوقوف في مواجهه مال اسود من ما يسمى بين وغيرها، وبالتالي دي الكيانات اللي ممكن تتكلم عنها بجرأة، لأن دول بيستثمروا بقى استثمار طويل الأجل يا عمر. هذا الاستثمار يجعلهم يصرفوا إلى حين تثبيت هذه الصناعة، وبالتالي لا يمكن بقى اعتماد من يصرف دون مدخول. هناك أندية أول حاجة بتبحث عنها الفيفا، أنت لسه قايل، هي فكرة أن تصرف وتكون هذه الأموال معلنة زي كل الشركات، حتى لو شركة بتشتغل في الزيت والصابون، بيقول أسسنا ميزانيتنا مجلس إدارتنا ثم هي مصروفات ثم فقط مبيعات. لكن هناك أندية إكس وإس مش هنسمي دلوقتي، هذه الأندية لن تشتري لها تذكرة مباراة، صح؟ إلا لو لعبت مع الأندية الشعبية. هذه الأندية حضرتك
وزوجتك واصدقائكم وان شاء الله اولادك في المستقبل القريب مش هتشتري لهم مج ولا هتجيب للوالده كوفيه، لان هم طب دول تمويلهم يبدا منين؟ اذا كان الف باء اللي هي تذكره وسوفونير او معروضات التيشيرت، وكلنا شفنا تيشيرتات الانديه بتتباع بكام، شفنا الاستور بتاع النادي الاهلي كبدايه نتمنى ان تنتشر. وبالتالي ده اللي ممكن نعالجه في تقرير زي اللي الشباب عملوه، بصراحه انا بشكرهم، انه الحذر كل الحذر من هذا الاندساس تحت مسمى استثمار كروي يا صديقي. طيب يعني اخذ حضرتك بعد الكلام المهم جدا اللي حضرتك قلته وتعليق حضرتك علشان نتعلم من اللي بيحصل حوالينا. طبعا يعني الموضوع انتشر زي ما حضرتك تابعنا وشفنا واتكلمنا، لكن ان شاء الله نتمنى ان هو يبعد عن مصر، واكيد الناس هنا جمهور في مصر هو عنده عقليه وعافيه، وشفنا قد ايه القياده السياسيه رئيس السيسي الرجل الذي يعتز ان المصريين اختاروه وان هو فقط وكيل عن الملاك بتوع الجمهوريه العظيمه دي، قال هناك عنوان اسمه مصر الجديده كلنا رايحين له بالتطوير والتطهير. ان شاء الله اوعى تقلق على البلد دي، بلد عافيه وقويه وقد الدنيا ان شاء الله. طبعا اروح مع حضرتك لمونديال روسيا 2018، واكيد لا صوت يعلو فوق صوت المونديال طبعا. الحاجه الوحيده اللي كانت خارجه عن المونديال والصحافه العالميه كلها اتكلمت عليها هو رونالدو 105 مليون يورو انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس بعقد 4 سنوات ب 120 مليون يورو، كل سنه ياخد 30 مليون يورو. حلو قوي. طبعا نقف هنا ثانيه، نقف ثانيه، يفرق المال الابيض عن الاسود في ايه بقى؟ في ايه؟ ان رونالدو وهو من هو ها، ولان الطلاينه عايزين يخرجوا من فضائح الكرة، طبعا إيطاليا دولة عظيمة وصديقة للمال الأسود بي اس جي أو بي جي اس ها، ويعرض على كوتينيو ها، كوتينيو 270 مليون أرقام. ده السبب برضو ده زي لحضرتك إن باريس سان جيرمان، ما أنا عايز أقول لحضرتك عايزين نوضح للسادة المشاهدين إن باريس سان جيرمان لما جه يشتري نيمار ومبابي في نفس السنه ما اشتراش مبابي، هو اخده اعاره علشان القانون اللي حضرتك بتتكلم عليه هنا كان في ذكاء. حتى الان وبمعلومات يعني من زملاء من شمال افريقي بيشتغلوا في وكاله الانباء الفرنسيه بس مش في مكاتبنا هنا هناك، يقال انه لا زال هناك سمسره اللي هو نايم الحاله، وكلاء باريس سان جيرمان يعني كل شويه عطيه هذا لك سره من الدنانير علشان ياجلوا المواجهة آتية لا محالة، مش هتعدي حكاية نيمار، لا الفيفا حد مش هتعدي، هو عمال بس يأجلها. عارف انت اما تروح لواحد تقول له ايه اليك بس هذا، هو حضرتك هيضطر ان هو يبيع احد نجومه الفترة اللي جاية علشان يكون عنده فلوس، الفلوس اللي جاية له عشان يظبط، عشان يظبط الحسابات بالظبط. لكن بالزبط تبقى السبة في الجبين هي هي طبعا. على فكرة ويعني لازم اقولها في قناة النادي الاهلي، رفض البيبو عبر شخصيات تسويقية بعضها اعلامي والبعض عربي ان يكون هناك توامه بين باريس سان جيرمان والنادي الاهلي مهما كانت الارقام صح. وكانت ستتعدى تقريبا ما وصلني من معلومات قرابه ال 4 مليار، لكن ما علمته ان البيبو اصلا رفض اصلا فتح النقاش، احنا بقى يعني الصحافه بتاكلنا فكملنا مع اللي قدرنا نوصل لهم ناخد منهم معلومات. استاذ عصام، مباراه فرنسا وبلجيكا واحده من اقوى المباريات، نهائي مبكر قبل نهائي هيكون يوم الاحد الساعه 5 بتوقيت القاهره. بلجيكا اجتهدت لكن ما عرفتش تسجل في شباك المنتخب الفرنسي، منتخب فرنسا بالخبره اللي موجوده بالتشكيله اللي موجوده مع مدير فني اعتقد ان هو قريب قوي زي ما حقق اللقب ورفع الكاس وهو لاعب، اعتقد ان هو قريب جدا يحققه وهو كمدير فني. شايف حضرتك مباراه فرنسا وبلجيكا من الناحيه الفنيه، ايه اللي احنا الدروس المستفاده من المباراه؟ هل منتخب بلجيكا اعتمد على الاستحواذ السلبي وفي الاخر ما نفعوش مقابل فرنسا ان هي يعني استحوذت اقل وجابت هدف وقدرت ان هي تحافظ عليه وتكسب وتصعد النهائي؟ شوف، هناك مدارس كرويه في العالم ما بتغيرش طريقتها، لكن طريقتها، لكن فرنسا الحقيقه مش منهم، لكن عندها يعني شكل اخر للتعامل. المدارس من وجهه نظري هي البرازيل والارجنتين والمانيا والطلاينه حتى وهم خارج الملعب، تروح اجيال وتيجي اجيال هتلاقي السامبا هي هي، يضيفوا لياقه بدنيه، يضيفوا اهتمام بالدفاع، لكن لن يكونوا ضمن المجتهدين. مين المجتهدين؟ بلجيكا
كرواتيا، والدليل فكرة الحصان الأسود أو الجهاد السوداء اللي كل شوية حضراتكم كشباب بتشوفوها جيل وإحنا شفناها كتير. وبالتالي خلي بالك هم دول مش ناس هزليين، لا طبعا. المدارس الأربعة دول لا، ده اللي بيبيع بيه، ده اللي يخلي شركة شلتوت للملابس تدي البرازيل 10 مليون وتدي بلجيكا مليون، صح، وتدي فرنسا 2 مش 9. ليه؟ لأنه البراند هو كده، البراند إن السامبا تظل سامبا، وبالتالي تلاقي الهجمة في ماتش المجتهدين الحصان الأسود بلجيكا والبرازيل، الرجل يهتم بتغيير 2 مدافعين ويلعب بأربعة قدامهم 1 و2 والباقي بيهاجموا، ويجيب لوكاكو يروح جايب له درس خصوصي من تيري هنري، وبالتالي هذه المدارس المجتهد اللي بتنتهي كده، ونفضل يا لو كانوا وصلوا وكذا، وصولهم الدائم مش مضمون. لكن هل ترى مونديال بدون البرازيل؟ هل ترى مونديال بدون ألمانيا؟ هل ترى مونديال بدون الأرجنتين؟ احنا حتى الآن ما فوقناش من صدمة غياب إيطاليا. هولندا، لا هولندا مش من المدرسة القائمة إلا مع تغييرات كرويف وفكرة الطاحونة. على فكرة لجماهيرنا العظيمة، هولندا الوحيدة في العالم، ودي برضو حاجة كل اللي بيحللوا وكل اللي بيخشوا على الفايلات دي عارفينها، إن هولندا الوحيدة في العالم اللي كل أنديتها وقطاعات الناشئين والشباب بتلعب بطريقة واحدة، بتلعب بطريقة واحدة، لكنها الأربع مدارس المعدودة هي دي. وبالتالي الباقون بيجي لهم أجيال كده زي الكابتن جوهري اللي خلى جيل كان فيه انت عمر ربيع ياسين، في الكابتن ربيع ياسين احد الذين امتعونا وشرفونا في مونديال 90. فيجعل فان باستن في حوار مع المهندس هاني ابو ريده في وجود الكابتن مجدي عبد الغني وهو بيقول له على سبيل الضحك، ده بقى يا سيدي اللي جاب فيكم الجون، لانه فان باستن من قرابه سنه كده اتعين في حاجه تكنيكال في الفيفا يعني، يقول له بقى ده الجون وبتاع. ففاكر انت؟ قال له الحقيقه اللي انا فاكره ان انتوا كفريق عملتوا فينا ما لم يفعله احد، عملنا استشفاء تاني يوم المباراه ما كنا لنذهب اليه براي الاطباء بتوعهم وبتوع العلاج الطبيعي الا لو لعبنا مباراه دور الثمانية مع خصم قوي وامتدت ل4 اشواط. يبقى الجوهري وقتها الله يرحمه هذا المحترف في عهد الهوايه رفع لاعبتنا بالاجتهاد زي بلجيكا، وكان جايبهم بالاسم وبالواحد، واضاف لهم تدريبات الصحراء والحاجات اللي يمكن كابتن ربيع بيقولها لك يعني. وبالتالي ده الفرق بين دول ودول. عشان كده فرنسا اللي قلنا انها بره المدارس الثوابت هي ايضا تفوز او تلعب النهائي على استحياء احيانا زي ما بيقولوا، لكنها عامله خلطه تانية خالص، بتسمح لكل الذين عاشوا على أرض هذه يعني الدولة اللي على قمة الديمقراطية الحقيقية زي ما احنا تعلمنا وبنشوف، وبالتالي بتسمح بهذا، مش التجنيس الوقتي اللي هو أبوه موجود في فرنسا اتولد وبالتالي الابن أو الوالد وصل فرنسا ومن ثم تم ميلاد لهذا النجم، بتعتبره أنه ضمن سكانها خاصة أنه بيقف للعالم. هنا بقى ما كانش ينفع أبدا بلجيكا تتفوق على فرنسا، استطاعت إحياء ذكرى الكروية لإيمي جاكي، وغالبا في الكورة كل النقد شبه بعضه بنسبة، طالما ديشام برزل والإعلام ما كانش راضي عنه تعرف إنه ليه طريقة وليه خط مشي فيه ولم يستثني أحد ولم يصنت للنقد. فرنسا تستحق الوصول للمونديال ولا بلجيكا؟ الحقيقة الحقيقة لم تظلم بلجيكا، لأن زي ما قلت لك يكفيها ما وصلت إليه، يكفي إنها قاعدة للآخر. الله يرحمك كابتن جوهري كان يقول لك ما دام رحنا المربع الذهبي يبقى قاعدين للآخر. يعني ضمن تنشيط لعيبة، يعني هيلعب ثالث ورابع. وبالتالي يذكر للبلجيك إنهم شفت كده مش فاكر اسم الجورنال طبعا، شفناه كلنا على السوشيال ميديا اللي هو بتاع 11 انتظروا 11 ايوه 11 شيطان كروي طبعا ايه في المستقبل، لوكاكو وهازارد. وبالتالي على ذكر الاحتراف ولوكاكو تحديدا، عشان لما بنقول ان فكره الاكاديميات لا تصلح بهذه الطريقه اللي مفتوحه على البحر في مصر، وللاسف بنساهم فيها كاعلام، واحيانا نجوم الكره نروح نفتتح اكاديميات، اما حد طيب الكابتن ابو الركب مثلا اللي هو سارق حلم الاسره الشعبيه، او حماده وتوتو، ولو ان اكاديميه حماده وتوتو دي زي بعضه لانها في الانديه اللي اعضائها عندهم ملاءه ماليه يستطيعوا انه يخلوا اولادهم يلعبوا كوره، طبيعي جدا حتى لو باشتراك ما عندناش مشكله، لان الراجل ده مش سكته النهائيه وظيفه اسمها لاعب كره.
شوف بقى الأكاديميات الحقيقية اللي بنأمل إن الدولة المصرية ودولة الرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي تبقى عندها هذه القوة تطالب اتحاد الكرة خاصة في وجود الدولي القاري هاني بوريدا الحقيقة ومليش دعوة بأي أسماء تانية. المهم إنه تطالب بده اللي لوكاكو قاله وقال كان نفسي جدي يعيش الفترة دي لأن بالزبط. الأكاديميات الطبيعية اللي عملها أياكس أمستردام وأندية إنجليزية وبرشلونة في أفريقيا هي اللي لما بتكتشف عصام بتقول للحاج أم عصام والكابتن أبو عصام الله يرحم الجميع السعد جالكو. طب دي عشان في بلاد طيبة ناسها ظروفها وحشة. طب في إنجلترا كيف خرج بيكهام للنور؟ أكاديمية المان راحت مدينته شافته في سن 11 سنة هو وأبوه وأمه اتنقلوا لمانشستر وعرض على أبوه وظيفة أفضل وعلى الأم. لوكاكو قال إيه؟ قال كنت أتمنى أتواصل مع جدي في غينيا عشان أقول له لأنه قال له خلي بالك من السيدة اللي عندك اللي هي بنته يعني الله يرحم الجميع والدته. وبالتالي قال كانت بتخلط لنا اللبن بالماء لإرضائنا. كان نفسي جدي يعرف إن أنا راجل بقى والعربيات الاسترتش واكيد كان نفسي يقول لجده بقى وامي بقى عندها جاردي ليها وبقى عندها وكيل اعمال على حاجه على موضوع اللبن بالميه بعد السوشيال ميديا طبعا وبعد السخريه قالوا يعني لبن بالميه وبالجسم ده امال لو كان بيشرب لبن بس من غير ميه كان جسمه يبقى عامل ازاي؟ لا ما هو ده بقى حضرتك ما هو يعني وحش بسم الله ما شاء الله قوه جسمانيه رهيبه. اخونا الكبير الاستاذ المحترم يعني مش بس الناقد والكاتب الصحفي الاستاذ حسن المستكاوي قال ده الراجل عايز ملعبين عشان بعد ما يجري يجري على الملعب الثاني كمان بإفيهاته الجميله يعني. وبالتالي هذه الاكاديميات مش راجل يسرق احلام المصريين البسطاء ب 200 جنيه و 300 جنيه في الشهر يا اخي حتى لو سمحت له ازاي تسيبه لا معاه دكتور ولا اي حد ولا اي حاجه ولا ولد تعبان انما في الاخر ربنا سبحانه وتعالى يا سبحان الله بيجي على الشعب العظيم ده وبيعطي له نفس بيخلي الناس يعني ربنا ينجيها يعني زي العامل البسيط اللي لما ياكل بصل لكنه كال يا سيدي اللي بيسموه ايه سي فود. ليه؟ لانه رجل يجتهد. لما نضيف بقى انه الحمد لله من 30 يونيو بقى عندنا رئيس مننا رئيس بيطور وبيطهر وشوف الاجهزه الرقابيه شغاله ازاي بصراحه شديده يبقى في امل لانه الملف سهل شيل المانوال وحط سيدي هاي وبالتالي تصبح الامور عظيمه. انا بقولها لك بصراحه لا عايزين نجوم الاعلام ولا نجوم الكوره ولا لجان عايزين ورق احترافي يترجم ويعني شاركني لا المانيا ولا فرنسا ولا البرازيل ولا غانا الاحتراف عندهم غير اللي هو ساعات يقول لك يا عم ده ما ينفعش عندنا يا عم ما ينفعش ليه ده هو يترجم عربي بس لكن ولا حد من دول عنده حاجه خاصه. كابتن حازم امام الناس يعني امعنت شويه في الزعل بحجم حبها اكيد يعني انه قيل انه بيختار ومفيش لجنه فنيه بيختار حضرتك ايه؟ المدير الفني تمام هو طبعا قال انا بجمع انا بس بقول له الناس شايفه ان انت المستقبل بتاع الكوره المصريه وبالتالي عشمها فيك لبعيد. عارف اللي هو ايه يا كابتن عمر؟ اللي هو ان يطالب حازم امام اولا بان الاتحاد المصري يبقى زي اي اتحاد زي الاتحاد الالماني واللي يقول لك يا عم احنا مش المانيا ازعل منه واغضب وقول له مصر في افريقيا هي المانيا مش تفضل من حد ان بعد كده خمس كراسي قد تزيد لافريقيا ملناش واحد فيه عيب اوعى حد يقول لك كده وتسمح له اساسا الوصول لامم افريقيا ده زي السلام عليكم كده وانت ماشي في حتتكم طبيعي جدا وبالتالي الهرم المقلوب هو ما يحتاج تعديله. مش قاعد بقى اقول نموذج النادي الاهلي عشان من الناس ما تقعدش تفكر ان احنا بنتكلم في ده لكن هي فعلا المؤسسه اللي دايما بتنقل اخر تطويره طبعا وعد بقى زي ما انت عايز وبالتالي بقول للكابتن حازم اغضب طالب ان يبقى في لجنه فنيه طالب ان المدير الفني اللي موجود يجمع سير ذاتيه ويختار وطبعا في الاخر راي للترابيزه لكن ولا ترابيزه في العالم الكروي هي اللي بتدير بنفسها بتجيب المحترفين لان انت مش فاضي المفروض صح. كرئيس ولا نواب ولا كذا وبالتالي واحنا عندنا رابطه انديه عندنا تراخيص دوله الامارات الشقيق عندها دوري صح. محترفين حقيقي ب 12 نادي اعتقد طب عارف سامي الجابر طبعا وهو مصير. من هو في الكره العربيه طبعا اعتقد رئيس نادي الهلال حاليا الحاليا لكن عندما ذهب للتدريب في نادي الجزيره لم يستثنى ولانه الترخيص بتاعه مش ايه اعتقد مش ايه اعتقد بالزبط. لم يسمح له بنزول الملعب الحيله الطيبه المحترمه كانت ايه
ان ياخد اداري على قد رخصته عشان ينزل يقعد مع الفرقه تحت. وبالتالي هذا هو النظام الذي لا يخترق في دوله شقيقه. كابتن جوهري رحمه الله في العام 92-93 عندما اكد على التجربه الغنيه، وكان هناك مستر كوفي اللي هو كان تتلمذ على ايدين الكابتن جوهري، هذا الرجل في 2008 بكى لما قابلني في غانا لانه قال لي دوله فيها الجوهري لابد انه لاعبتها جيل بعد جيل، وشاف تمريننا كان مرتين. قال لي انت هتاخده يا عم؟ ناخد ايه يا عم، ده احنا جايين بنقول استر. قال لي بقول لك هتاخده البطوله دي، عبر يعني ترجمه الحقيقه يعني من حد صديقي لانه لغتي ما تجيبش الحوار اللي تفهم منه 100% بمنتهى الصراحه يعني. وبالتالي هذا هو ما تحتاجه الكره المصريه. انا بحاول اخد من المونديال وبنقول للناس انا عايز اقول بقى حضرتك المستوى ايه، لكن عشان نسقط على كورتنا اللي مش ناقصها الا رتوش عشان تبقى قد الدنيا. عايز اسالك سؤال، يعني مونديال 2018 خلاص يوم الاحد اخر مباراه، مباراه النهائي فرنسا امام يا اما انجلترا يا اما كرواتيا، مين يستحق افضل لاعب في مونديال روسيا؟ لا الحقيقه في لعيبه كتير قوي، بس اعتقد ان هازارد. هازارد خد فرقته في حته تانيه خالص، حتى استحواذه حتى فرديته كانت لصالح التيم، بالاضافه الى انه هو قائد مالوش حل، ده راجل فكرني بدونجا مع بيبيتو لما البرازيل طورت ادائها مع كارلوس البرتو بيريرا في كاس العالم في امريكا، وادى بيبيتو بالدماغ كده في صدره لانه بيتكلم مع الحكم بينما في حيطه، كان تقريبا الفاول حوالي 30 ياردة مثلا مش على خط ال 18، لكن ما عندناش وقت يا عمنا، عاوز يخش في الموضوع يا كابتن عمر. صح. وبالتالي هازارد عامل الخلطه دي، هازارد منه للراجل اللي هنا يعني الجهاز بتاع منتخبنا ها اتنكد قوي ان عنده كابتن هو الكابتينو اصلا حسام غالي، عنده رؤيه في الملعب. عبد الظاهر السقا زمان يعني زمان بالنسبه لدلوقتي قال لي يا استاذ صمم ما بقيت كابتن التيم كان ليا الحق اقول للراجل على تغييرات، يغيرها ما يغيرهاش هو حر. ودي كانت علمه جديده اتعلمها عبد الظاهر السقا اللي بحترمه جدا لانه اعتاد على هذا التجوال الاحترافي. النهارده عندنا نجوم كتيره زي هاني رمزي وغيره، دول ازاي ما بيتمش تاهيلهم اكتر؟ هاني معاه يعني ترخيص يدرب في البوندسليج على فكره، طبعا لكن انا بقول في بلجيكا كل اللي احترف مش يومين ويرجع. صح. لا احترف فترات طويله طبعا. دول مش هقول لك هاتوا دلوقتي، لا يا حبيبي وديه تاني وتالت ورابع معايشات ثم يعود عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل تجربه ايميجا كي اللي المهندس انا بريده نفسه عملها في 92-93 وطلع منها جيل حسام غالي جمال حمزه والناس دي ها، واليماني كان في الاسماعيلي، الباقيين دول الاهلي والزمالك اشتراهم. صح. بس كنا شايفين اسماء واعمار. صح. انتقلنا لاسماء واعمار اخرى على مدار 8 سنين وقتها. صح. وبالتالي الحكايه كانت موجوده، نتج عنها كبار جيل 98 كان معاهم احمد حسن، واخد بالك؟ اذا الرؤيه لما بتبقى موجوده الكره المصريه عجلتها بتدور. دول ازاي ما يمسكوش الناشئين والشباب؟ ازاي ما فيش في مناطقنا زي الفرق اللي انت فرحان بيها دي، في كل محافظه عندهم مركز تدريب اللي هو مركز شباب اللي بنسميه كده لتجميع الولاد بكشافين، ثم الاغلى سعر هو اللي يدرب تحت. طب الاغلى سعر يعني ايه؟ يعني الاعلى كفاءه. طبعا انا اسف يعني مش عمر ربيع ياسين يعتزل فنمسكه الولاد. انا عايز اكلم مع حضرتك في النقطه دي، لكن زي ما الاستاذ عصام اختار ايدن هازارد افضل لاعب في كاس العالم، تعالوا نروح ونشوف الجمهور هيختار مين ونرجع نكمل مع حضرتك. مودريتش طبعا يعني قلب يعني روح في نص الملعب، موسيقار في نص الملعب. بالنسبه لمنتخب كرواتيا يعني ثابت اداؤه بشكل كبير، عامل اداء طفره في الاداء. غير كده مع اللي يرشحه ان هو مثلا ياخد الكره الذهبيه برضه، ان هو مع ريال مدريد واخد دوري الابطال، ماشي في الدوري كويس، يعني اداؤه كويس جدا في نص الملعب، مؤثر سواء في المنتخب بتاعه او في النادي. هاري كين ان هو عامل طفره وبيجيب جوان حلوه وعامل طفره مع المنتخب بتاعه، وشايفه انا احسن لاعب بصراحه. هازارد لعبه كويس وبيستلم كويس وبيلعب وبتاع ومجهوده الظاهر يعني ومؤدي في الفريق كويس. هاري كين واخترته عشان هو عامل يعني مع المنتخب بتاعه عامل طفره كويسه ونتائجه حلوه، يعني نتائج المنتخب تحس ان هو في اللعب ليه بيفرق في اللعب مع المنتخب بتاعه.
اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناه الاهلي. شفنا وسمعنا ان بعض الجمهور بيتفق مع الاستاذ عصام على اختياره لايدن هازارد، لكن انا عندي سؤال لي في لاعب انا اعتقد واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم ومع منتخب كرواتيا وعلى بعد خطوات زي ما قلنا في الاخبار انه يكرر تجربه الفوز ببطوله كاس العالم وفي الشامبيونز ليج في نفس السنه هو لوكا مودريتش. رايح حضرتك ايه في مودريتش؟ طبعا لكن كل المحللين قالوا ان لوكا مودريتش ها هذا العظيم كرويا جر منتخب بلاده، لكن رشحوه اكثر للثلاثي بتاع البالون، للثلاثي اللي هو احسن لاعب في العالم، لكن مش افضل لاعب في البطوله لانه ادى نفس، لكن معاه كمان 10 كروات غيره متسيطين كرويا، راكيتيتش وكوفازيتش وكروسيتش ومانزوكيتش. انما ها هازارد عنده شغل في الملعب غير لعبه وقياده طبعا. ما انا بقول لك لا ده عنده شغل واضح انه في حدوته شغل بينه وبين المدير الفني. انا رشحته لك حتى وهو هيلعب ثالث ورابع من وجهه نظري وبالمتابعه لكبار المحللين. انا طبعاً اسف برضه لان موضوع التحليل ده برضه بقى كله بيحلل يعني، لكن انا عايز اقول لك حاجه، الصحافي حين يحلل ها لا يجب ان يحلل الطريقه 4-4-2 والمنطقه العاميه صح. لان حتى ده ما بقاش مفهوم. في كلام مثلا بعض المحللين وبحبهم واصحابنا وبيقول لك إيه, ايه اصله يا سلام على السلبيات الايجابيه، نعم اللي هو يعني ايه، بينما كبار المحللين عمر معلش كلنا لازم ناخد درس من كاس العالم، او يقول لك المنطقه يعني ايه مش فاهمها انا يعني. المهم يعني انه لما شفنا كبار المحللين اللي شغلتهم كده وهم على خلفيات تدريبيه او نجوم كره قدم ما بيتكلموش في الحاجات دي، على العكس تماما بيوصل للمتفرج عشان يفهموا الجيم ده ايه، بينما محللينا حتى امهر واشهر ما فيهم بيتكلم وكانه في حصص للمدربين. انا مش بقول مش عارفين صح. بالعكس هو بيجعلص الكلام، فيبدو انها حصه للمدربين وليست لجماهير الميديا اللي هي قاعده عشان تتابع عبر الشاشات واللي هي بتضخ الاعلان اللي هو عصب الاعلام. ما هو ده الاحتراف بقى، ازاي يبقى عندك التكوينه. طبعا راكيتيتش يستحق كل هذا المجد، انما مودريتش انا اسف الاثنين جامدين كده كده يا استاذ عصام. انا بقول لك عشان كده، لكن مش كل بلجيكا هازارد صح. ايضا تحيه خاصه طبعا للكروات، 4 مليون يا رجل يخرج عنهم هذا العدد. طب ورئيس الكرواتي راي حضرتك فيها ايه والروح اللي موجوده نموذج فيها؟ نموذج 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 يحتذى. وانا شفت حضرتك تصريحها بتقول انا اشتريت التذكره على حسابي ومسافره عايز فريق عملها لان هي اصلا عدلت اوضاع. عارف زي بالظبط يمكن مش كل الناس راحت يعني مقر الحكم في مصر او رئاسه الجمهوريه، في ازمنه سابقه رحنا واو انت في الجنه اقسم بالله، في لقاء حضرناه وحتى في اول مرتين لمؤتمرات الشباب يا رجل انت مدعو على شاي وحاجه حلوه، حاجه حلوه بسبوسه كنافه بس. ليه؟ ان هذه هي حياه رئيس ها موجود هنا في شغل، والله لا اتحدث الا صدقا وربنا اللي يعلم يعني. وبالتالي فكره الرفاهيه اول حد لازم يرفضها هو من يحكم ويحاول الوصول لفكره العداله بين الناس، ومن ثم انت كمان ما هي هناك هوساهم هوساهم حقيقي يعني. لكن كمان مش مطلوب ان الرئيس لازم يعني يشقى، يعني مش مطلوب لا لا طبعا يركب الاتوبيس برضه عشان بعض لا 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 ولا يركب ايكونومي ولا يعني لا برضه ده احنا كنت بقول للواء حرب ربنا يديله الصحه قبل ما يعدلوا فكره انه يعني رئيس الاتحاد او اي حد موظف في الاتحاد او رئيس البعثه يعني يركب ايكونومي يا عم، ازاي ده ممثل مصر؟ مش برضه عشان هو احسن من التانيين، على الاقل لانه لكل مقام مقال طبعا. وبالتالي هي بتقدم بس ما يفيد ان الوطن لما يكون محتاج اركب يكون مفيش خلاص العنوان الرئيسي واضح، لكن الناس مصدقينها واخد بالك، هذا هو الفارق. لو انت حابب رئيس الكرواتي أيوة معانا على نرجع الشاشه وعلى فكره هناك حراس غير مرئيين يعني، اوعى تفكر ان هي برضه الحكايه تايهه كده لا طبعا لا ازاي ازاي لا لا لا. ازاي يعني كمان المواطن في دولة انا بقول لك ازاي ازاي المواطن ها ازاي المواطن اللي المفروض انه طول ما هو شغال للشعب مستهدف من قوى الظلام وكده
ازاي احنا نسيبه في استعراض يعني انه صح. محبوب صح. اه هو محبوب يا عم، والمحبوب لازم نحميه يا طبعًا. عم عمر طبعا، واخد بالك عشان ما حدش بس ايه يودي الكلام. يعني لو هنتكلم عن النقطه دي، محمد صلاح لما بينزل في اي حته في مصر الله عليك الله عليك، عشان طبيعي جدا. على ذكر فرعوننا العظيم مو صلاح الملك بيليه، مع احترامي لكل اللي لعبه، برضو كبار المحللين عبر اجيال قالوا ان هو الملك لانه بلا ديفوهات حتى في حياته الشخصيه يعني بيليه صح. من اول البطوله، وهذا هو الفارق بين تحليل وتحليل يعني قال على ما يبدو، ما كانش الافتتاح اتلعب لو انت فاكر صح. على ما يبدو ان عصر ميسي كريستيانو انتهى والكره تذهب نحو عصر نيمار ومو صلاح المصري. شوف قد ايه فكره الاحتراف وخروج نجم بحجم صلاح والنني طبعا واخرين بيعمل دعايه لمصر تساوي يعني ما ندفع فيه ربما مليارات الجنيهات. هو دي الصناعه اللي احنا عايزينها، هي دي الصناعه اللي خلت كرواتيا في المشهد ده ب 4 مليون مواطن، هي دي اللي خلت كل الناس تبقى سعيده جدا انه بلجيكا عامله الطفره دي، واخد بالك؟ هو ده اللي ممكن نتكلم عنه. لكن لما تتكلم وتقول لي عايزين لعيبه غير دول واداره فنيه غير دي، يبقى احنا بنهرج، لانه المسجلين ها في سجلات الكره المصريه الحقيقه حاجه تكسف، حاجه تكسف قياسا بالمسجلين في كره اليد الالمانيه، لا يرقوا لتسعه يمكن بوينت حاجه في الميه ابقى اجيبها لك يعني. تخيل كره اليد مش كره القدم، مش كره القدم. وتاني بعيدها اللي يقول لك ان احنا مش المانيا، قول له لو سمحت غادرنا يا سيدي، مش حكايه غادرنا بره مصر، غادرنا في الحوار بصراحه، لانك انت لو ما اعتمدتش ان مصر هي المانيا على الاقل في افريقيا، لا عيب عيب، ده كلام لا يصح. ده أكيد رأيي طبعاً. وده التميز اللي خلانا بنتفرج على أفضل مونديال، وكمان في قادم الأيام لأنه عرفت أنه احنا ممكن نبقى مطروحين لأولمبياد تنظيما أو كذا، لازم بس نخلي بالنا لو هنشتغل على ملف 2030. وأنا قلت المعالي الوزير النهاردة كنا في لقاء معاه، لازم نعرف هنشتغلها مع مين. الفيفا أصدرت قرارا أنه بعد صح. مونديال 2022 ليست هناك دولة وحيدة، وبانت في الاقتراع الاخير، وعرف اشقائنا في المغرب ان الضربه والمكسيك. طبعا جزء سياسي، ولكن هناك جزء اخر اللي هي فكره لوحده. ايوه هم عندهم وجهه نظر ان مفيش دوله هتقدر تستحمل 48 دوله صح. ما هو ده طبيعي. انت طبيعي. اصلا بعض الزملاء، وما يزعلش منا الشعب القطري يعني دول اهالينا في كل حال، مالناش دعوه بالحكومات. يعني بعد ما رحنا وعرفنا الرقم الحقيقي من روس بيتكلموا عربي الحقيقه، انه قرابه 3 مليون زائر وصلوا روسيا، فشباب منهم جزائريين، شباب مش صحفيين. لا بالعكس بالعكس، مش حاجه، لا لا مش قصدي بتكلم على العدد، على العدد والرقم والمساحه جغرافيا يا سيدي. احنا أكبر قد يا سيدي احنا في الاحوال الطبيعيه لما كان ها اللي بيحكم الشعب القطري، مالناش دعوه بيه، ده شعب عربي شقيق وكذا. لكن ما احنا وقتها هللنا وقلنا ده مونديال كل العرب، لانه صح. كان ممكن يبقى في شراكه اللي الفيفا راح لها مع الامارات والبحرين والكويت والمملكه العربيه السعوديه. لكن انا قلت لهم كده دون ان اقصد، وكان في حد جزائري دمه خفيف، قلت له يعني عملنا 3 مليون كده وحطيناهم في قطر، الناس هتقف جنب بعض حتى مش هيعرفوا يمشوا يروحوا الملعب يعني. طب هل ممكن للمساحه يعني، هل ممكن استاذ عصام يحصل تغيير؟ أعتقد. يعني يعني احنا بنفكر في الموضوع ده فعلا، 48 دوله في مساحه صغيره بجد العدد يعني. انا بتكلم عن الجغرافيا والله لا اقصد شيء. طيب هل ممكن مثلا ان بعض البلاد العربيه اللي قريبه من دوله قطر في 2022 ممكن الفرق تنزل فيها والجمهور يكون متواجد فيها ويروح ويعمل الماتشات ويرجع؟ هو ده ما كنا نامل فيه يعني. العبد الله اللي قاعد قدامك، انا اطلقت كلمه مونديال كل العرب، وكتبت في التقرير ده انه ده اوان ها ان صحراء العرب يبقى فيها المونديال بثقافتنا وفولكلورنا. لكن اعتمدت في تقريري انه اقصى طيران زي ما كنا في روسيا كده، صح، من الامارات للدوحه، من الكويت العاصمه للدوحه، واخد بالك، من المملكه العربيه السعوديه للدوحه، من البحرين للدوحه، ذهابا وعوده، الجماهير والفرق. لكن دلوقتي في ظل انه اللي بيحكم سايب دولته لوحدها
حتى ما اعتقدش ان شعبه هيكون راضي عن كده. انا مش عارف الموقف هيبقى ازاي فعلا. 3 مليون في هذه المساحه على الخريطه. بس 3 مليون ده دلوقتي في عارف الكاريكاتير. انا بكلمك دلوقتي. انا اعتبرها بكره لو 8 احنا بنتكلم على 48 بقى دوله العدد هيزيد. الله ينور عليك يا كابتن. انا قصدي لو اعتبرناها بكره الصبح على راي اللم بكره الصبح يعني فعلا انا عملتها زي الكاريكاتير. شيلهم كده وحطهم هيقفوا جنب بعض مش هيعرفوا يتحركوا. فعلا هيقفوا جنب بعض. وبالتالي اعتقد ان المنظومه دي البدايه كانت مع تغيير المناخ فبقى في نوفمبر. اعتقد انه اللي جاي نتمنى ان تكون يعني الوحده قادمه الوحده العربيه ولو كره الكارهون. ايضا بهذه الممارسه نضمن انه بعد كده تستطيع مصر في 2030 أن تتقدم بملف قد يكون فيه إن شاء الله يا رب السودان مثلا وليبيا وهي حدود مشتركة اهي واخد بالك. نتمنى تعافي كل الوطن. أعتقد أنها تبقى مسألة مهمة وملحة. والحقيقة النهاردة مع الوزير بشكره أنه يعني حد قاعد على فكرة عمل حاجة لطيفة قوي. بقى عنده 6 مساعدين وزير كلهم أهل علم طبعاً. واشتغلوا بالبلدي كده في العجين كلهم. اشتغل في مؤسسات وهيئات وترزق من الاحتراف فدي مبشرة. فخلى حد يكتب حكاية انه الملف إذا طمحنا فيه مش هيبقى فردي أبدا. دور قبل النهائي في مونديال روسيا 2018 كان عندنا 4 فرق، 3 مدربين وطنيين ومدير فني اجنبي. مدرب مدير فني للمنتخب البلجيكي مارتينيز هو اسباني الجنسيه خرج، ومساعد فرنسي تييري اونري. هل مدربا للمهاجمين؟ طبعا طبعا. ومن النجوم لا عشان في واقعه لطيفه انه هو مش لكنه كان طلبه الوحيد ان يكون العقد صح. مدربا للهجوم البلجيكي صح. مش صح. مساعدا صح. احتراما مش كبارة هو لا احتراما لمساعده مارتينيز صح. شوف الناس الشياكة طبعا. فبالتالي المدير الفني الاجنبي هو اللي خرج وتفوق المدير الفني الوطني. هل حضرتك شايف ان المدير الفني الوطني هو اللي بيكون ادرى وعلى علم وعلى دراية اكبر باللاعب اللي موجود معاه، ولا هي صدفة؟ لو هنتكلم صدفة ولا حقيقة فاحنا حققنا الإنجازات مع الوطنيين، مع الوطنيين. إلا 86 صحيح. و86 86 على فكرة الله يرحمك كابتن شحتة يعني الحقيقة كان ليه دور عظيم يعني يا جماعة طبعا. والكابتن أحمد رفعت الله يرحمه كان معاهم برضه. لكن أعتقد إن شحتة قدر يوصل لعقل سميث يعني. طيب إيه رأيك في ساوث جيت مدرب إنجلترا؟ رائع مدرب. لأنه غير المدرسة على فكرة. كانت هناك تجربة في ثمانينات القرن الماضي مع جرين أوديل لو أنت شفت له حاجات قديمة. ده كان لعيب أشول الفرقية بتاعت الإنجليز دي. هو كان بيلعب على طول على الأرض ويرقص ودي كانت حاجة غريبة يعني كويس. لو كانوا سابوه من وقتها ما كانوا ليغيبوا أبدا يعني. هو كان نفس المدرسة دي. طب نرجع نتكلم على ساوث جيت والمدير الفني الوطني والأجنبي. لكن خلي بالك المدير الفني الوطني لو ما كانش مؤهل مع احترامي لا تكفي الجنسية. صح صح. طيب هنروح لتقرير عن جارث ساوث جيت المدير الفني الوطني الإنجليزي، وبعد كده نرجع نناقش الموضوع ما بين الوطني والأجنبي مع الأستاذ عصام شلتوت. تجد إنجلترا نفسها في موقع لم تتخيله من قبل. فنجاح المدرب جارث ساوثجيت في قيادة منتخبها لكرة القدم إلى الدور النصف النهائي لكأس العالم في روسيا رفعه إلى مصاف الأبطال. جعل البلاد تحلم بعودة الكأس إلى ربوعها للمرة الأولى منذ عام 66. يستعد الدولي السابق ساوثجيت لقيادة منتخب بلاده في الدور النصف النهائي للمونديال ضد كرواتيا غدا الأربعاء. المدرب الأنيق ذو الابتسامة العريضة ورابطة العنق لم يكن من المفترض أن يكون في روسيا حتى. في أواخر عام 2016 عين ساوثجيت البالغ من العمر 47 عاما على رأس الجهاز الفني لمنتخب الأسود الثلاثة بعد فضيحة أطاحت بسام ألاردايس بعد 67 يوما من توليه مهامه. ساد الاعتقاد أن ساوثجيت سيكون بديلا مؤقتا. الآن
تبدو كرة القدم الإنجليزية وكأنها وجدت ضالتها. مدرب أعادها إلى المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الأولى منذ العام 90، وذلك بعد الفوز على السويد بهدفين من دون رد في ربع النهائي. للمرة الأولى منذ 28 عام بدأت إنجلترا تحلم جديا بالكأس الذهبية، وذلك بفضل لاعبين يقودهم مدرب شاب نسبيا لفت الأنظار بأناقته في أرض الملعب، من اللحية المشذبة بعناية إلى القميص الأنيق ورابطة العنق، وصولا إلى علامته المسجلة سترة من دون كمين ضيقة عند الخصر. كان ساوثجيت خلال مسيرته كمدافع لاعبا معروفا وجيدا، إلا أنه لم يصنف في خانة النجوم البارزين للكرة الإنجليزية. اقتصرت مسيرته على أندية كريستال بالاس، إستون فيلا، ميدلسبرو، ولم يدافع عن ألوان الأندية الكبيرة من قبيل مانشستر يونايتد، ليفربول وأرسنال. كمدرب كانت تجربته أكثر تواضعا، اقتصرت على ميدلسبرو ومنتخب إنجلترا ما دون 21 عام. غالبية المشجعين يذكرون أنه كان اللاعب الذي أضاع ركلة ترجيح حاسمة في نصف نهائي كأس أوروبا عام 96، وكانت أمام ألمانيا التي توجت باللقب. ظهر بعد ذلك في إعلان ساخر للبيتزا مستوحا من إضاعته للركلة. إلا أن حياة ساوثجيت انقلبت رأسا على عقب منذ 18 من يونيو، تاريخ خوض إنجلترا أول مباراة لها في مونديال 2018 في المجموعة السابعة. حقق فوزا صعبا على تونس بهدفين مقابل هدف، أتبعه بفوز عريض على بنما بستة أهداف لهدف، وخسارة أمام بلجيكا بهدف من دون رد في مباراة على صدارة المجموعة خاضها المنتخبان بتشكيلة رديفة، نظرا لأن كليهما كانا قد ضمنا العبور للثمن النهائي. في الأدوار الإقصائية بدأ المنتخب الإنجليزي أكثر جدية وبمظهر واثق وأداء أفضل في الثمن النهائي أمام كولومبيا، تقدم حتى الوقت بدلا من الضائع قبل أن تعادل كولومبيا بهدف لمثله، لتمتد المباراة إلى ركلات ترجيحية. اعتر القلق الجميع، ركلات الترجيح التي أخرجت إنجلترا سابقا 3 مرات من كأس العالم. من 3 محاولات كسر لاعب ساوثجيت لعنة التاريخ، فازوا ب4-3 في الدور الربع النهائي أمام منتخب السويد الصعب. كان الأداء أفضل وبهدفين نظيفين لهاري ماكواير وديلي ألي، عبر الأسود 3 بشكل مريح إلى الدور النصف النهائي. بدأ اسم ساوثجيت يحتل الصدارة على موقع تويتر في بلاده، ويتداوله مستخدمون عاديون، منظمات حقوقية، وحتى برلمانيون حاليون وسابقون. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم مع الأستاذ الكبير الأستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام، تابعنا التقرير عن ساوثجيت. طبعا ساوثجيت بعتبره حالة في عالم التدريب، بسبب أنه أولا جه صدفة بعد ما رحيل سام الأردايس عن المنتخب الإنجليزي بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج وغيره، وتم الاستغناء عنه وطبعا قدوم ساوثجيت. ساوثجيت بعد 28 سنة من مونديال 90 قدم مشروعه. ما أنا عشان كده بص بالتفصيل حضرتك، من 28 سنة إنجلترا ما عرفتش توصل لدور قبل النهائي، خسرت قدام بالظبط من أمام ألمانيا بضربات الجزاء. أولا جه أجيال أعظم من الجيل الحالي، وين أنا بتكلم على اللي أنا شفتهم، أسماء. لامبرد وجيرارد وبيكهام وفردناند وجوهارت، ونتكلم في لينكر لعب في 90. طيب كمان إن جه عتاولة في عالم التدريب، كابيلو مسك منتخب الإنجليزي، إريكسون مسك المنتخب الإنجليزي، محدش عارف يوصل ويحقق النتائج اللي احنا شايفينها المنتخب إنجلترا، وثبات التشكيل وتطوير وتغيير الدماء والوصول إلى قبل النهائي مونديال روسيا 2018 بعد 28 سنة غير المدير الفني الوطني جارث ساوثجيت. وأيضا لازم توجيه الشكر لجوارديولا. هل ده صدفة ولا فعلا 2010 لما مسك اسبانيا اخذوا كاس العالم 2010، لما كان ماسك برشلونة، أيوة، لما مسك بايرن ميونخ، أيوة، 2014، أيوة، المانيا اخذت كاس العالم، أيوة، هل ده أيوة حقيقي يا استاذ عصام؟ لانه ساعد جرين هودل دي احنا حضرناها لما كانت بتلعب، بتحاول اللعيبة تمارس الدور اللي بيعلمه لهم الراجل اللي هو اللعب زي كل خلق الله، كانت تتعالى الصياحات اللي هي واحدة بس، البلالين الانجليزية دي
كويس والفراوده حمامه وراها يعني مش زينا وخلاص كده لما بنعملها. كانت دي الطريقه الانجليزيه فكان عصران عليهم قوي ان الطريقه الانجليزيه تهدر وبالتالي زي ما قلت لك ما صبروش عليه. انما مع جوارديولا ها اثبت انه لا في كره على الارض صح. على فكره في موقف للالماني فايسر اللي جه درب النادي الاهلي اعتقد النجوم اللي اشتغلوا معاه يعني حد لما حكى لنا كانت الكره بتتشعلق كتير يعني صحيح مش زي الانجليز لكن قاعد يقول لهم في التمرين اللي هو بتسموه التسخين انتوا يا لعيبه الكوره يا جماعه هي الكوره مصنوعه من ايه. ففضل وراهم اما قالوا له جلد طب جلد ايه وصلوا لجلد البقره طب البقره بتحب ايه بتحب الخضره بقى اللعب على الارض. شوف ازاي المدرب ممكن يوصل ليقين بين نجوم ما هماش لعيبه بقى مبتدئين عشان يدعم فكره عايز يقولها وبالتالي جوارديولا خلاهم يشعروا لا انه ده جاي ده مش بس في انجلترا ده لما كان كمان في المانيا لما كان في اسبانيا مع برشلونه مع اسبانيا خلاص تجربه طبعا. وحدثت بكلمك كمان على الالمان بتوع الماكينات تربت وكان على فكره يا استاذ عصام كان في علامات استفهام على انه على 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 جوارديولا في طريقه لعبه وطريقه تعامله مع الكوره ما بيحبوش هم اللعب مقاومه هم عندهم سيستم ماشيين بتاعتهم عليه. عشان كده مشي صح واخد بالك لكن في وجوده في انجلترا دون ان يدري دعم ثاوس وبالتالي خلى الراجل مشروع يمشي. هو كمان عنده قصة يعني مش هنطيل عليها انه هو لاعب كان حابب الكرة تبقى كده وبالتالي عندما تتلمذ واكيد طبعا عاش لما خد كل الرخص وعاش معيشات وكذا عنده 47 سنة انا بقول لك اتى بفكر جديد عارف عليك ساوث جيت ما تقلش عليه المدرب الشاب بالمناسبة المدرب الايه خلاص يعني يعني احنا هنا احنا هنا عشان احنا 55 و58 عشان المدرب يقول لك اخيرا تولى المدرب الشاب و58 سنه يا عم شباب ايه بس حرام عليكم ما تزهقوش الشباب ده الفرق الوحيد يا كابتن. طيب انا عايز اقول لك على قصه خاصه بتاوس جيت هقولها تاني مع حضرتك. اولا لما كان موجود الشعب الانجليزي او الجمهور كان معترض عليه بسبب نهائي المانيا وانجلترا 96 في اليورو النهائي واخر ركله جزاء انجلترا ضيعها ضاع ضربه جزاء فسبحان الله فكلهم عقده من 8 من سنه 90 لحد دلوقتي وقدر يعمل بيهم انجاز على طاوله التدريب يعني الاجانب كابيلو او اليكس ما عرفوش يوصلوا له طبعا. فهل بقى حضرتك الوطني والاجنبي يعني هل حضرتك شايف ان ايه يعني هل مثلا بلجيكا انا شايف ان ليها قصه ان امكانيات امكانيات لاعبيها مفيش مدير فني وطني يعرف يسيطر ولا عنده فكر اعلى من اللاعبين اللي موجودين فبالتالي كان لازم نستعانه لانه اغلب مش لازم هي انت قربت من الفكره لانه اغلب اللاعبين بينهم خليط يعني هي بلجيكا نفسها بعد الحرب هي دوله كده يعني الاستعمار في بعد الحرب العالميه الثانيه انشاها يعني الاستعمار انشاها ما بين المانيا واخد بالك وهولندا صح يعني وبالتالي فرنسا بيتكلموا عن فرنسا شويه المانيا مهمه الثلاث يعني الثلاث نواصي بتوع بلجيكا المانيا هولندا فرنسا انت حتى ممكن تمر بالسياره مرور الكرام فتلاقي نفسك داخل كده على هولندا داخل كده على المانيا وانت جاي منين وانت جاي من باريس فتلاقي نقطه كده اسمها بلجيكا صح كويس وبالتالي هي الخليط عندها مش ازمه فكمان ما عندهمش اسم مطرقع قوي كبلجيكي لان هي مدرسه تصدير على فكره هم جربوا المحلي ما ينفعش معاهم وكل الانديه الطليانيه وكل الانديه العالميه بس الطليانيه اكتر حاجه والفرنسيه واحيانا الاسبان يودوا اللعيب بلجيكا او يكتشفوا لعيب من بلجيكا هي حضانه من الاخر يعني كويس لكنها على فترات بتلمع في اليورو احيانا واحيانا اهو في كاس العالم عشان كده شرف المحاوله هيبقى هو الذكرى الطيبه لكن المدارس العظمى بقى عايزه يعني اسبانيا جابت مين بعد تجربه هيرو جابت لويس انريكي اسباني ابن اسباني يا عم وحقق نجاحات مع برشلونه انا بقول لحضرتك واسباني ابن اسباني وبالتالي المدارس الكبرى لكن عندما تتوفر في الشروط بالظبط انا اسف يعني صح لكن مش عشان صاحب حد في اتحاد الكره هناك يعني يبقى ليه نصيب في التورته يعني انما اهلا بصاحبك اذا جاب 10 من 10 زي التاني مش عيب ساعتها بقى لا غضاضه يعني يعني لو كابتن ربيع ياسين عنده نادي انت جبت 10 من 10 وانا جبت
10 من 10 مش هقول 9 ونص لما ياخدك انت لا غضاضه صح لا غضاضه مظبوط يا اخي خلاص اتفقت الحالتين اهل الخبره اولا مش الثقه اولا مع اهل الثقه يا اخي عادي جدا انما دون ذلك مش هيبقى ده لا عمل احترافي ولا عمل ها ما هو الاحتراف يعني الاحترام على فكره عشان كده احنا اول ما فهمنا ها اللي لازم تتغير فكره الروح الرياضيه مفيش حاجه في العالم اسمها روح رياضيه يا جماعه في حاجه اسمها اللعب النظيف في الاداره والملعب وخلف الاسوار وحياه اللعب الخاصه اللي بيقتطع جزء من ريعان شبابه عشان يبقى مرضي ومقنع للجماهير عشان كده بعد كده لازم يعيش حياته ولازم يصاحب اعلى الاجور هو زي خيل السبق بالظبط لولا ما كانش يبقى فيه اصحاب الاسطبلات ولا الوجهاء وبالتالي هذا هو الجزء الاكثر اهميه وطني نعم لانه اول ما يحط ايده كده ويقول بلادي 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 طبعا عايز اقول حاجه بجد يعني انا طبعا يعني طبعا انا ممكن للاعبيه كل شيء لكن لازم يبقى عنده العشرة من عشرة طبعا طب انا عايز اقول لك على حاجه اسبانيا بعد ما خرجت بقى لها اسبوع تقريبا او 10 ايام من بطوله كاس العالم على طول في خلال الفتره دي قرروا تعيين مدير فني جديد وانت ليه هتقول بعد ما خرجوا بكام يوم ما تقول لما الراجل وقع لريال مدريد ما احنا بنتكلم في الاختيار ما فكروش كتير قال لك العلم والوطن ها أهم. والكلمه أهم من كاس العالم حتى لو كانوا مرشحين طبعا يعني طبعا اسبانيا حضرتك ده موقف اكيد يعني يتحسب ليه رئيس الاتحاد واكيد طبعا بيحترم بلده وبيحترم العالم زي حضرتك ما قلت اهم وبيعطي درس عشان يدير المنظومه عشان ينقل لان هم اتفقنا بقى ما بيديروش الكره كلها الا المنتخبات بس عشان ينقل لرابطه الانديه المحترفه اللي ما نعرفهاش احنا هنا الا الراجل الجدع صاحبنا الحاج محمود الشامي واخد بالك مع احترامي يعني اللي هو بيقول لك احنا موجودين دلوقتي بس احنا بنعمل رابطه السنه الجايه او انتخابات او كذا وبالتالي ينقل لهم الثقافه دي انه ما ينفعش حضراتكم تبقوا شايفين هرتله بين قوسين في الانديه وتصمتوا فعشان كده بقول لحضرتك ان اسبانيا طبعا ما انا مش بقارن ما بين مصر وبين اسبانيا لا قارن لو سمحت لانه احنا هنا وافضل عدالك انا بتكلم حضرتك في المدرسه التدريبيه ان هم عندهم بسم الله ما شاء الله اسماء في عالم جوارديولا لويس انريكي عندهم من الذي صنع المجد عندما كانت اسبانيا ها لا تعرف الا برشلونه والريال على ييرو على مش عارف مين لكن كانت التورته بتاعتهم في اوروبا ريال مدريد طبعاً. اسبانيا آه. مين اللي جابوه مدير فني بنى جيل في حوالي 10 سنين زي التجربه الراجل الجاري بتاعهم اسمه ليبونيسكي لو اسعفتني الذاكره يعني او خالد والشباب يجيبوه لنا المدير الفني العجوز اسمه ايه يا شباب ديل بوسكي شكرا جابوه وعمل التخطيط اللي بقول لك اتعملت عندنا مره ده البوسكي ده مسك صدفه او عملنا زيه دي حضرتك يعني كان موجود مسك ايه لا لما كان في ريال مدريد كان مساعد مدرب حلو وبعد كده ما لقوش مدير فني فادوله الثقه فين نتكلم في ريال مدريد لا مش في المحادثه كان بتتكلم على المنتخب انا بكلمك هو على قصته هو بقى التدريبية. لما ما لقوش ومسك في الريال قدم صح. مشروع عشان كثره الاجانب صح وهي معاناه انجلترا صح. بعد كده ها؟ بس اتظبطت دلوقتي ما هو ده اللي بقوله لحضرتك صح راح مش عايز يقلهم والكلام ده كلام يعني مخلي من الاحتراف فكره بثلاثه بس ولا يكش 10 اجانب لانه ما يثروا بس مش لما تطلع قاعده حضرتك صح. مش لما تعدل الهرم صح. وبالتالي هو قدم مشروع مش ضد الاجانب انه لابد من اعتماد مراحل سنيه ومدراء فنيين على اعلى مستوى لمنتخبات بص مش هتلاقي منتخب فرقع الا ما تلاقي شبابه قبليها طبعا ناشئيه وشباب وفريقه الاولمبي تسال على تقصد ديلبوسكي ولا لويس اراجونيس كان في 2-1 توفى لويس اراجونيس الاخر معاهم كاس عالم لويس اراجونيس خد كاس العالم معاهم لكن ديلبوسكي حط المشروع على بعضه تمام كويس لويس اراجونيس اعلن رضاه عن النقله دي يعني انا متاكد من المعلومه وبالتالي عاشت اسبانيا افضل ايامها كمنتخب راحوا على اليورو ولعبوا نهائي كاس عالم يا جماعه يعني ده كلام مفروغ منه والتجربه دي ايميجا كي عملها مع فرنسا واحد من اهم المساعدين لما جينا زقلنا لويس اراجونيس اخذ اليورو مع فرنسا وديلبوسكي اللي اخذ كاس العالم انا بتكلم عن المشروع مش مين خد ايه ديلبوسكي عشان بصلح برضا لانه اراجونيس ده كان التميمه كبيره طبعاً يعني طبعاً. وبالتالي اعلن رضا عن واحد اللي هو الجيل الاصغر منه صح. لكن الاهم
لما ايمي جاكيه بدات فرنسا ما عندهاش برضه غير بلاتيني يروح اليوفي مش عارف مين يجيب له جون والكره ما لهاش طعم يعني يلعبوا احيانا. خدوا القرار فايمي جاكيه كان معاه 12 مساعد ضمنهم واحد لما جينا زقلناه بالطوب جيرار جيليه صح جه ضرب منتخب مصر صح لانه كان عايز يبقى مدرب كبير مصري كان معاه كل شويه اعترض عليه فكنا في معسكر في الاقصر فالراجل قال له طيب ما تريد ان تنفذه انا جاهز انت ادرى في النسخه اللي انت بتقولها الوطني اداله الصفاره والستوب ووتش ورجع كده فكان معانا ايس بوكس معاهم يعني واحنا في المدرج وكان اللي هو حرب ربنا يديله الصحه وكان معايا كمان زمان ايمن بدر ربنا يديله الصحه ربنا يديله الصحه اعتبر ان لما اداله كده قال يعني بيحرجه راح ماشي مغادر على المطار على القاهره يا اخي ده قال لك اللي انت عايزه اعمله هذا الاسم محل ثقتنا وقتها في الكوره لكنه مش عاجبه الاجنبي ومش عايز يقول مش عاجبه ليه ومش عايز يعمل شراكه معاه واخد بالك فدي حاجات لازم ناخد منها دروس وبالتالي ايمي جاكيه صنع الفترات الافضل لفرنسا واخد بالك اعتقد ان ديدي ديشامب احتاط بالحكايه دي لانه ولد مره تانية هذا الطموح وعشان كده هتلاقيه اكل علق لغايه ما راح كاس العالم لو انت كنت متابع اعتقد انك كنت متابع يا خبر ابيض بس عنده مشكله بقى. يا خبر ابيض عنده مشكله انه خسر النهائي الاخير امام البرتغال في اليورو ولا مشكله فعنده لا انا بتكلم على الحظ بقى وهو حسابات وهل بقى يعني نحس ممكن يبقى ورايا ولا ممكن نحقق مفاجاه ولا ممكن زي ما رفعت الكاس وانا لاعب ارفعه على مدرب اكيد شعور مختلف يا عصام لما تحصل على اغلى بطوله في العالم من ناحيه المنتخبات وانت لاعب وانت مدرب يعني فرنسا هتكون حصلت عليها مره واحده فقط مع ديشامب لما كان كابتن الفريق وفي نفس الوقت هو مدير فني هيكون المره الثانيه لكن عايز اقول لحضرتك سريعا قبل ما نوصل لنهايه الحلقه مباراه بكره ما هو الوقت ما حسيناش بيه يا استاذ عصام بستمتع بحضرتك معايا والله بكره مباراه كرواتيا وانجلترا شايف مين اقرب اعتقد انجلترا ليه هتقدر تسيطر على الحصان الاسود الثاني وهو كرواتيا طب كرواتيا في ناس اتكلمت وقالت ان هي مش حصان اسود ده واحد من المنتخبات المرشحه وماله ما انا قلت لك هناك فارق صح. بين انك انت تبقى مرشح بالاجتهاد وبنجوم كثر وبين انك تبقى واثق الخطوه تيمشي طيب انجلترا وفرنسا في النهائي زي ما حضرتك قلت احنا خلاص عندنا طرف موجود ولو ان برضو بكره يصعب 50 50 لغايه السفرات انا بس بحاول استلهم معاك افضليات عبر رايي انا الشخصي يعني طيب دلوقتي وصلنا للمباراة النهائية عندنا لو احنا حسب ما احنا توقعنا قلنا انجلترا انا بصراحة كنت متوقع منتخب فرنسا يفوز على منتخب بلجيكا بحجم الامكانيات اللي موجودة الله ينور عليك بحجم القدرات استاذ عصام عايز اقول لحضرتك يعني فرنسا قيمة السكواد او قيمة اللاعبين اللي موجودة مليار و200 مليون يورو اغلى منتخب موجود في بطولة كأس العالم عندهم نص ملعب ما اعتقدش ان في نص ملعب في كل المنتخبات موجوده بقوه كانتي وبوجبا اثنين من اقوى اللعيبه الموجودين في العالم عندهم امبابي عندهم قلبي دفاع واحد في برشلونه واحد في ريال مدريد فبنتكلم في منتخب تقيل قوي 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 كمان بنتكلم على ان مين جاب الجون النهارده صامويل امتيتي لاعب برشلونه عايز اقول حاجه ثانيه ان عندنا في الاحصائيات ان الدوري الانجليزي هو اعلى وتابعنا في التقرير لكن مانشستر سيتي جوارديولا هو صاحب اعلى عدد من اللعيبه اللي موجوده في دور قبل النهائي سبع لعيبه فعايز اقول لحضرتك ده اللي قلناه شكرا جوارديولا ما هو احنا بنتكلم انا بتكلم على حضرتك على سبيل الذكر مباراه انجلترا وكرواتيا غير حضرتك كمان انجلترا ده في كل الفرق يعني احنا بنتكلم على فرنسا وبنتكلم على بلجيكا ده بلجيكا النهارده بنتكلم على فيك كومباني بيلعب في الدوري الانجليزي في مانشستر أيوة. سيتي دي بروين في مانشستر سيتي فيرتونخن في توتنهام كورتوا بيلعب في تشيلسي لوكاكو بيلعب في مانشستر يونايتد فاحنا بنتكلم في خمس لعيبه اساسيين في منتخب بلجيكا في الدوري الانجليزي نفس القصه في الدوري اللي في فريق كانتي بيلعب في تشيلسي بوجبا في مانشستر يونايتد سبع لعيبه زودناهم كمان اهو لكن مفيش حد بيلعب في الدوري الكرواتي لا مفيش حد فبالتالي فده اللي انا بتكلم فيه ان انجلترا مواجهه مع فرنسا شايف بقى حضرتك برضه مين الاقرب وهل ديشامب ولا ساوث جيت لا دي هتبقى فيها صعوبه دي بقى صعب. اللي بجد يقول لك الله يرحمه بقى الكابتن لطيف اول حد بقى تتلمذنا على سمعه يعني مش بقى هو ليه جمله طبعا الكوره جوان لا المرة دي بقول لك لغاية صفارة الحكم محدش عارف ايه اللي هيحصل. طب مفيش كده تمني طب تتمنى مين؟ اتمنى فرنسا مين؟ فرنسا ولا انجلترا؟ اتمنى الحقيقة
انا متعاطف مع الانجليز لان مو صلاح هناك وهم قدموا له دلائل الخيرات ها حتى فيما هو يعني استعمار قالوا له انت استعمرتنا بالحب يعني كاتب يعني صحافي كبير حتى مش ناقد رياضي يعني قال له في مقال كبير يعني انت استعمرتنا بالحب استعمرناكم صح. في اوقات بالسلاح حببتنا في الاستعمار يا مو صلاح صح. يعني الحقيقه ده حجم التعاطف مع الانجليز يعني وجوارديولا لان انا بحب جوارديولا صح. لانه راجل صاحب شيخ طريقه صح. مفيش صح. شيوخ طريقه كتير صح. دلوقتي في صح. الكوره صح. وبالتالي ده حجم التعاطف الناحيه دي بس هيبقى في تعاطف اكتر سنه مع فرنسا فرنسا زينا بلد بتعتمد الثقافة وبتعتمد التعاون مع الآخر وحاجات كتيرة كده علاقتها بينا طول الوقت كانت كده حتى استعمارها كان في جزء بيحاول يدعم ثقافته هو اللي خلى أهالينا في شمال أفريقيا رغم يعني شدة وعنف استعمارهم في بلد زي الشقيقة العظيمة الجزائر لكنه كان في نوع من الثقافة بينما الإنجليز كانوا بيحاولوا يصبغوك صبغتهم وفقط استاذ عصام شرفتني ونورتني استمتعت بوجود حضرتك كالعادة يعني مش حاجة غريبة على حضرتك إن شاء الله نكون دايما موجودين تاني في المونديال وإن شاء الله بقى نتقابل بعد النهائي إن شاء الله إن شاء الله بعد النهائي لأنه بعد النهائي الحقيقة لازم نطلع بخلاصة مهمة جدا جدا إن إحنا مش هنخترع عجلة صح. إن إحنا لازم نتعلم أفضل طريقة لقيادة العجلة عشان نحلم إن نخش سباق العجلة اللي هي الكورة يعني يعني كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين من الساعة 10 وحتى الساعة 12 في المونديال على قناة الأهلي مع الأستاذ الكبير اللي شرفني ونورني الأستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي في اليوم السابع بكرة إن شاء الله نشوفكم في نفس الميعاد الساعة 10 ومباراة كرواتيا وإنجلترا في المونديال على قناة الأهلي نشوفكم بكرة على خير وتصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.